يبدو أن تركيا والاتحاد الأوروبي قد وصل أخيراً إلى مفترق طرق بعد رحلة استمرت 24 عاماً حاولت خلالها أنقرة انتزاع عضوية التكتل الأوروبي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن أنقرة قد تفترق مع الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وإن بلاده تجري تقييماً شاملاً لمسألة الانضمام إلى عضوية التكتل. تصريحات أردوغان جاءت في أعقاب تقارير صحفية أشارت إلى أن البرلمان الأوروبي يرى أن طلب الانضمام التركي للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر تحت الظروف الحالية. حسب التقارير أيضاً، فإن البرلمان الأوروبي حث الاتحاد الأوروبي على إيجاد إطار علاقة مختلف يمكن أن يجمعه بأنقرة، وهو ما يعني استبعاد فكرة انضمام أو الانضمام من أساسها. المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع من جهته قال إن مفاوضات الانضمام مع تركيا لا تزال في طريق مسدود، وإن رفض أنقرة تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية بشأن حقوق الإنسان أمر مثير للقلق بشكل خاص. هذه التداعيات جاءت بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية التركية التي اتهم فيها بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأن الاتحاد الأوروبي يدفع بادعاءات وأحكام مسبقة حول تركيا لا أساس لها من الصحة. كان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وضع قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو الماضي شرطاً للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف. هذا وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1999، وبدأت مفاوضات العضوية رسمياً في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.